<applause> طيب هاني النهارده آه كان عامل اجتماع آه فيديو كونفرنس مع الكاف عشان تنظيم وخلاف مباراه النهائي دوري ابطال افريقيا. ايه التفاصيل اللي حصلت في الاجتماع ده؟ خليني اقول لك ان اللي حضر الاجتماع كان موجود الاستاذ خالد مرتجي وكان موجود الاستاذ وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكره وكان موجود بعض المسؤولين عن طبعا تامين المباراه وكمان مسؤولي الكاف. الاهلي مستاء جدا 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 مما حدث في اجتماع اليوم. ليه أن لان الاهلي كان تم الاتفاق في اجتماع قبل مباراه الزمالك الاجتماع الشهير اللي كانوا طلعوا قالوا فيه ازمه تذاكر والكلام ده على عدد معين من مقاعد المقصوره الرئيسيه هيتم توجيهها للكاف، الكاف النهارده في الاجتماع قال لك بقى بعد اللي حصل في مباراه الزمالك نقطه ومن اول السطر احنا هناخد المقصوره كلها انت عندك مدعوين تقدر توجه لهم الدعوه ابعت لي اسمائهم وانا هوجه لهم الدعوه، في الاول كان الكاف حدد 22 شخصيه للنادي الاهلي بقى مجلس الاداره على المدير التنفيذي على كل المدعوين، الاهلي شاف ان الرقم ده رقم قليل جدا جدا خصوصا ان هو ابتدى يعمل ترتيباته على المقاعد او الاتفاق اللي كان حاضره الاستاذ امير توفيق، لكن في النهايه اتفقوا أنه هو يكون في 30 مقعد فقط للنادي الاهلي في المقصوره الرئيسيه وباقي المقاعد كلها للكاف. اللي ممكن ممكن يكون بشكل كبير جدا يحضر مباراه نهائيه انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ده تم التنبيه ليه النهارده في الاجتماع وهيكون في شخصيات عامه كتيرة جدا يكون المكتب التنفيذي للكاف بالكامل رئيس الاتحاد الافريقي وكذلك السكرتير العام الاهلي مستاء من الطريقه بس اللي تم العرض بيها خلال ان هو ياخد بيها مقاعد اكتر في المقصوره لان الاهلي كان اتفق على عدد معين من التذاكر او من الدعوات لكن الامر هيمشي بشكل كبير جدا الاهلي كمان اكد في اجتماعه على كاف ان انت مسؤول عن كل حاجه فيا المشهد اللي حدث في مباراه الزمالك ما يحصلش تاني لان الزمالك مش مسؤول عن المشهد الكاف هو اللي واخد المباراتين والكاف هو اللي متفق مع الانديه على المباراتين لدرجه ان هو دافع فلوس للاهلي وللزمالك على التذاكر يعني كل نادي من الاهلي او الزمالك هياخد ألف دولار طيب. على المقاعد اللي سابها في انا, أنا قبل ما اطلع فاصل عايز اسالك كمان ان كان عندك معلومه هو الموعد اللي المفروض الكاف هيحددوا لارسال اسماء الانديه اللي هتشارك في بطوله افريقيا الموسم اللي جاي م. كان في كلام كتير النهارده ان هيبقى يوم 15 6 الكلام ده مظبوط ولا لا لسه ده ما فيش اي كلام عن ال... رابطه الانديه او اتحاد الكوره ما قالوش اي اختار من الكاف بالموعد النهائي لتحديد الاسماء وفي كل الاحوال الاهلي هيحسم موقفه يوم السبت لان كده خلاص الزمالك هيشارك كونفدراليه الاهلي باذن الله يتوج بالبطوله ويشارك في دوري الابطال هيتبقى لنا مقعدين مقعد في دوري الابطال ومقعد في البطوله الكونفدراليه رابطه الانديه هيكون في اجتماع الاسبوع المقبل عقب نهايه مباراه الاهلي تحدد من خلاله الفريقين المصريين اللي هيشاركوا في البطولات الافريقيه الموسم المقبل ان شاء الله